يا ابني المنظر اللي انا شايفه ده، انت فرحان بالبالونه دي؟ ويبقى شكلك ايه قصاد صحابك وقرايبك؟ ينفع يشوفوك بالمنظر ده؟ ده عز يابا، مش هينفع افرط فيه بالساهل. مش هفرط فيه، هدفع لك فلوس الجيم وهنزل البالونه دي. كتير بيقولك انزل الجيم ومعكش فلوس الاشتراك ومش عارف تنزل. حلك معايا في الفيديو ده، هقولك على اقوى 5 تمارين هينسفولك الكرش ده. يلا بينا نبدأ مع بعض. التمرين الاولاني وهو الرباعي او البيربي، واهم حاجه فيه ان انا بنزل في وضع الضغط وبنط لفوق، والتمرين ده بيشغل معايا عضلات الجسم كلها. نط لفوق بخرج النفس، وانا بنزل في وضع الضغط باخد نفس جديد. اوف بيربي نص الرباعي اللي انا عملته في اول تمرين، وده ان انا بنزل في وضع الضغط وانا طالع بطلع للنص من غير ما نط. البلانك اهم حاجه بتكون عضلات البطن عندي مشدوده. البلانك بوش اب، وده ان انا بنزل في وضع البلانك وبطلع بايديا في وضع الضغط، بنزل بايديا اتنين وبعد كده بطلع. واهم حاجه اكون منظم نفسي. هاي ني ان انا بجري في مكاني، ركبتي بتطلع لفوق خالص عند البطن، باخد نفسي اهم حاجه. ولو عجبتكم التمارين ما تنسوش تولعوا اليوتيوب ده سبسكرايبرز، اشوفها بتولع لايك على الفيس وفولو على الانستجرام.